مشروع اليوم اعزائي المشاهدين مشروع مميز ومطلوب طوال العام باستمرار، يعني منتج النهارده مش منتج لموسم واحد، ودي ميزه كويسه جدا في اي منتج، لان المنتج بيكون مطلوب بنفس الكميات ونفس العملاء، شرط انه يكون ليه جوده كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشرة كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة تمنى ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن مشروع إنتاج شحوم السيارات أو شحم المركبات أو المعدات بشكل عام، سواء كانت سيارات او موتوسيكلات وغيرها من المعدات. كمان بيكون مطلوب في المعدات الثقيله زي اللوادر والرفعات، يعني مطلوب في اي معده او اله تشتغل عن طريق الماكينات والتروس. كل هذه الالات تحتاج الى شحم بشكل دائم وبشكل مستمر، ده طبعا مطلوب ولا غنى عنه للماكينه، وهو المصدر الرئيسي لزياده كفاءه الماكينه وزياده عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التلف. منتج النهارده ان شاء الله انتاجه عن طريق مواد خام بسيطه وسهل الحصول عليها. مشروع ارباحه تتخطى 100%، وفي بعض الشركات ارباحه تتخطى 1500 الى 1000% من بيع الشحوم، لكن طبعا دي شركات كبيرة في المجال وعندهم عملاء داخل وخارج البلاد. اما بالنسبة لك انت كمبتدئ في المشروع، اقصى طموحك هيكون ارباح 100%، ودي طبعا في البداية، ومع كل تطوير في المشروع ورفع كفاءة المنتج ارباحك بتزيد عن كل سنة. ولو قدرت انك هتربح في المشروع بنسبة 100% او 200%، فانت كده بتعوض تكلفة المشروع خلال شهر او شهرين، وده على اقصى حد. بالنسبة للمساحة المطلوبة لمشروع النهاردة، المساحة المطلوبة لا تقل عن 80 متر، ده عشان هيكون عندك مكان للمواد الخام وهي الزيوت المستعملة، وكمان مكان للمنتج النهائي ومكان للتصنيع. وشرط أساسي في المكان يكون عندك توافر المرافق الأساسية وهي الكهرباء والمية والصرف الصحي. بالنسبة لمتطلبات المشروع، رقم واحد الأوراق الخاصة بالمشروع من سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ودول طبعا لازمين في أي مشروع. كمان ترخيص المشروع وغيره من الأوراق، ده اللي حضرتك بتعرفه من خلال الغرفة التجارية الموجودة في بلدك أو وزارة التجارة والصناعة. ممكن انك تشتغل بدون الاوراق، لكن الافضل انك تبدا مشروعك بعد عمل دراسه للسوق من ناحيه الطلب والعرض، انك تعمل جميع الاوراق المطلوبه، عشان ده هيعمل لك نسبه نجاح اكبر في مشروعك، بالاضافه الى ان اسعار المنتج هتكون اعلى من شركات ثانيه بتصنع نفس المنتج لكن بدون اوراق او تراخيص. الحاجه الثانيه في متطلبات المشروع بعد الاوراق والتراخيص، وهي المواد الخام. المواد الخام المطلوبه لتصنيع الشحوم عندنا رقم واحد زيت السيارات او الالات المستعمله، ودي الماده الخام الاساسيه بنسبه 80% في تصنيع الشحوم. نقدر نحصل على هذه الزيوت المستعمله، زيت السيارات المستعمله، بطرق كتير هنذكرها ان شاء الله من خلال فيديو النهارده ان شاء الله باسعار تنافسيه. رقم 2 في متطلبات المشروع بالنسبه للمواد الخام، الماده الخام الثانيه وهي الجير، الجير العادي او كربونات الكالسيوم، ودي متوفره طبعا في كل الدول العربيه. حاجة الثالثه من المواد الخام المطلوبه لتصنيع منتج النهارده، وهي حمض الكبريتيك، ودي كده كل المواد الخام اللازمه لتصنيع منتج النهارده. زي ما شفنا مواد خام بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل الدول العربية تقريبا. ازاي نحصل على المواد الخام؟ بالنسبة للمواد الخام عندك الجير وحمض الكبريتيك متوفرين بأي دولة، مفيش فيهم أي مشكلة في إنك تحصل عليهم. أما المادة الخام الأساسية معانا وهي الزيوت المستعملة، تقدر تحصل عليها من خلال شركات النقل وشركات الأتوبيس، ودي بيكون منهم مزادات، بيعملوا مزادات على هذه الزيوت المستعملة بأسعار بسيطة وبكميات كبيرة جدا. عندك كمان هيئة السكة الحديد، تقدر تحصل على الزيت المستعمل من شركات النقل الخاصة وورش الصيانة وكمان محلات تغيير الزيوت. كل هذه الأماكن متوفر عندهم الزيوت المستعملة وبكميات كبيرة، هم بيحتفظوا طبعا بعد تغيير سواء السيارات أو الأتوبيسات أو الآلات والمعدات، لما بيجي تغير لها الزيت بيحتفظوا بيه الزيت المستعمل، علشان بعد كده لما بيكون عندهم بكميات كبيرة بالأطنان بيعملوا عليه مزادات ويتم بيعه في مزادات عامة. ده ممكن تحصل على هذه الزيوت بهذه الطريقة، لكن أنت في البداية وقبل بداية مشروعك لازم تنزل لكل هذه الأماكن اللي احنا قلنا عليها بيتم بيع فيها الزيوت المستعملة، وتسأل على إمكانية الحصول على كميات هذه الزيوت المستعملة، وده هيفيدك جدا، لأن الزيوت المستعملة هي المادة الخام الأساسية المطلوبة في المشروع. معنى حصولك عليها إن المشروع بتاعك أصبح بالنسبة لك سهل التنفيذ. بالنسبة للأدوات والمعدات اللازمة لمشروع النهاردة، رقم واحد وحدة ترشيح أو وحدة تنقيط الزيوت، دي المسؤولة عن تنقيط وفلترة الزيوت المستعملة اللي أنت هتحصل عليها إن شاء الله. الحاجة
التانية عندنا حوض من المعدن سواء كان ألومنيوم أو حديد، ده بيكون متصل بموتور بقوة 2 أو 2.5 حصان، والحوض هو اللي احنا هنعتمد عليه في عملية التسخين وعملية الصناعة بشكل كامل. كمان الموتور هو العامل الأساسي في عملية التقليب للمواد الخام داخل الحوض، وبالتالي بيكون مسؤول عن جودة المنتج بشكل كبير، ودي عامل مهم جدا في منتج النهاردة اللي هي طبعا الجودة. الحاجة الثالثة المطلوبة بالنسبة للأدوات والمعدات اللازمة لهذا المشروع، وهي ميزان حساس لوزن العبوات. الحاجة الرابعة عبوات بلاستيك، وده عشان تعبئة المنتج النهائي بتكون بأوزان مختلفة من 500 جرام ل 5 كيلو أو حسب طلب العميل، ممكن تكون أعلى من كده 10 كيلو أو 20-25 كيلو، ده طبعا زي ما قلت لك حسب طلب العميل. الحاجة الخامسة في المتطلبات بالنسبة للأدوات والمعدات، وهي ماكينة التعبئة، وممكن في البداية الاستغناء عن ماكينة التعبئة، بتكون تعبئة يدوية. بعد فترة إن شاء الله في مراحل التطوير من مشروعك إنك تستعين بهذه الماكينة، ماكينة التعبئة، هتوفر عليك وقت وجهد كبير جدا في العمالة. بالنسبة لتكلفة إنتاج الطن الواحد من الشحم، دي حاجة مهمة جدا في أي مشروع إنك تحسب التكلفة وتحسب الأرباح. عندنا سعر طن زيت السيارات المستعمل بيتراوح من 8 إلى 10,000 جنيه تقريبا، والأسعار متغيرة كل فترة زي ما حضراتكم شايفين في كل الدول العالمية تقريبا وكل الدول العربية، لكن أنت بتزود أرباحك بنفس الزيادة تقريبا، فبالنسبة لك مش هتفرق معاك الزيادة في أسعار المواد الخام، لأن زي ما قلت لك أنت بتزود في بيع المنتج النهائي بنفس الفرق. عندنا طن زيت المستعمل بيحتاج إلى 300 كيلو من الجير، سعر 300 كيلو من الجير حوالي 600 جنيه من 600 إلى 800، طبعا أسعار زي ما بقول لك حاول تتأكد من الأسعار في الأماكن اللي هيتم فيها بيع هذه المواد الخام. نحتاج حوالي 5 لتر من حمض الكبريتيك للطن الواحد، سعر اللتر 400 جنيه من 400 إلى 600، يعني 5 لتر حوالي 2000 جنيه، ده بالنسبة لحمض الكبريتيك. كده هيكون تكلفة المواد الخام اللازمة لإنتاج طن شحم حوالي 10,600. هنضيف مصاريف العمالة والنقل والكهرباء والإيجار والعبوات البلاستيكية، كل المصاريف دي هتكون في حدود 2400 جنيه إلى 3,500، يعني تقريبا هيكون عندك تكلفة الطن لو ضفنا المواد الخام مع هذه المواد، مصاريف التشغيل والنقل والعبوات والكلام ده كله، حوالي 13,000 إلى حوالي 18,000. بالنسبة لأسعار البيع في السوق المصري، الأسعار تبدأ من 25 جنيه للكيلو تصل إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، ده طبعا حسب جودة المنتج. لو حسبنا سعر الكيلو بالنسبة لنا أقل تقدير متوسط حوالي 40 جنيه، سعر بيع الطن هيكون حوالي 40,000 جنيه. لو خصمنا التكلفة 40,000 جنيه من 20,000 جنيه، يعني هيكون عندك هنا الربح في حدود 20,000 جنيه، يعني احنا بنحسب هنا برضو التكلفة بزيادة، وبنحسب البيع متوسطه 40 جنيه، فيه طبعا في السوق النهاردة اعلى من كده بكتير، 60-70 جنيه ده المتوسط، لكن احنا حسبنا على 40 جنيه على اساس نحسب الارباح على اقل تقدير والمصاريف على اعلى تقدير، وبكده هيكون عندك الارباح تقريبا في الطن حوالي 20,000 جنيه. بالنسبة لعملية التصنيع، رقم واحد تنقيه الزيوت المستعملة عن طريق وحدة الترشيح. في نهاية هذه المرحلة هتحصل على الزيت المستعمل بيكون اصبح لونه فاتح او لون مقارب للون الاصفر. الحاجة التانية في عملية الصناعة، وهي عملية التصنيع، وده عن طريق وضع الزيت بعد تنقيته او فلترته في الحوض المعدني عشان يتم رفعه على النار وتسخينه عن طريق الوحدات الحرارية. بعد وصول الزيت عند درجة حرارة من 100 الى 110 درجة تقريبا، يتم وضع كربونات الكالسيوم او الجير على الزيت، وبيتم تقليبه بشكل جيد جدا عن طريق الموتور الى ان يصل الزيت عند درجة لزوم معينة، وهي الدرجة اللي احنا بنشوفها في المنتج النهائي من الشحم. هذه الدرجة من اللزوجة بتصل بعد حوالي 20 دقيقة من التقليب المستمر عن طريق الموتور. حاجة الثالثة في مراحل الصناعة، وهي بيتم اضافة حمض الكبريتيك المخفف وتحصل بعد كده على المنتج النهائي بتاعنا. حاجة الرابعة، بيتم في هذه الخطوة تفريغ المنتج في جرادل كبيرة لمدة 48 ساعة. حاجة الخامسة، وهي مرحلة التعبئة في جرادل صغيرة بأوزان مختلفة عن طريق الميزان الحساس. كده اصبح عندك المنتج جاهز للبيع، معبأ ومغلف وجاهز للبيع. تسويقك للطن مش صعب، تقدر تسوق الطن لاماكن كتير في فترة يعني مش كبيرة، عندك جميع المصانع في المناطق الصناعية، كمان شركات النقل اللي عندها سيارات ومعدات تقيلة، يعني اي مكان بآلات ومعدات تقدر انك تسوق لمنتج النهاردة.
كمان محلات قطع الغيار، ورش الصيانة، دي كل الأماكن اللي انت مستهدفة ان انت ممكن تسأل فيها في البداية على أسعار المنتج، وممكن كمان تبع لها في النهاية بعد انتاجك للمنتج النهائي. ده كان فيديو النهاردة أعزائي المشاهدين، وهو عن انتاج شحم السيارات او شحم المعدات والآلات. اتمنى انه يكون فيديو مفيد واستفدت من فيديو النهاردة. ما تنساش دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، ودي حاجة مهمة جدا جدا للفيديو للقناة. كمان ما تنساش تفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. لو في اي تعليق او اي استفسار عن فيديو النهاردة او اي مشروع من مشاريع القناة ترسلنا في التعليقات. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.